وجعل يناديهم حبيبي حبيب زهير بن القين يا مسلم بن عوسجة يا أبا الفضل العباس ولدي علي بن أخي قاسم. يقول من حضر جعلت الجثث تضطرب على وجه الأرض ولو أذن الله في القيام لقامت والكلام يخرج من مناحرهم لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله. عندئذ سمعت نداءه فخر المخدرات زينب جعلت تناديه أبا عبد الله من تنادي ولمن تخاطب؟ قال أنادي أهل بيتي أنادي أصحابي أما تراهم صرعى على وجه الأرض؟ قال بلى يا زينب أراهم صرعى هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله وذاك على حر وجهه وآخر على قفاه ولكن أنا رب الغيرة أنا رب الحمية أريد من يقدم لي جوادي. لا بأس عليك أبو علي أنا أقدم لك الجواد. كفو عليك يا زينب. جاءت إلى الجواد ألجمته أسرجته قبضت بشكيمته سوت بركابه جاءت به إلى الحسين. أخي أبا عبد الله اركب على اسم الله والبركة. لما همان يركب قالت له أسألك سؤال، هل رأت عيناك أم هل سمعت أذناك عن أخت أقسى قلبا من أختك زينب تقدم لأخيها فرس المنية؟ قال قطعت نياط قلبي يا زينب وأنا أسألك بالله، هل رأت عيناك هل سمعت أذناك عن أخ كأخيك الحسين قتلت رجاله وجدلت أبطاله وبقي كالطير المتكسرة أجنحته وحسينا وسيدا؟ جعل يمشي وهي تمشي إلى أين يا زينب؟ وإذا بها قد قبضت بشكيمة الجواد. ارجعي يا زينب. وإذا بها تلتفت إلى خلني بقود الفرس وياك، خلني بقود الفرس وياك يا عيشة القشرة بلياك يسور اليتامى وين نلقى. ردها إلى الخيمة والتفت للنساء قال لا ترفعنا أصواتكن ولا تدعينا بالويل والثبور، وأوصاهن بالصبر. ثم خرج وإذا بالنساء يعولن ويبكين وارتفعت أصواتهن بالبكاء. رجع الحسين، ألم أوصيكن لا ترفعن أصواتكن؟ قالت له زينب يا أبا عبد الله أما أنا فسافقد بكيت ولكني هادئة
بس النساء ما ملكوا أنفسهم. ليش بكوا؟ قالت لما صحت ووحدته وإذا بالطفل الرضيع سقط من مهده ونادى لبيك، فأخذ الطفل ينظر إليه وقد دلع لسانه من العطش، فمضى به إلى المعركة وما عاد به إلا وقد بتر السهم منحراه. تلقته سكينة: هل سقيت أخي الطيف وجئتني بباقي الماء؟ قال: يا بني خذي أخاك مذبوحا. فبكت سكينة ونادت وأخاه، فسمعت الرباب وخرجت تلطم رأسا وتنادي: وولدا. عندئذ وإذا بالحسين يتركه عند النساء ويرجع إلى المعركة. عندئذ قيل بعض الروايات تقول بأنه دفنه عند كسر الخيمة، عند كسر باب الخيمة، ثم رجع إلى المعركة وجرد سيفه وقاتل حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. وبعد ذلك كانت همته الفرات، كشفهم عن المشرعة ونزل إلى الماء، فلما هم أن يشرب وإذا بالفرس قد طأطأ رأسه إلى الماء، فقال له الحسين: اشرب، أنت عطشان وأنا عطشان، والله لا أشرب حتى تشرب. فكأن الفرس قد فهم كلام الحسين ورفع رأسه من الماء ولم يشرب، ولكن الحسين عليه السلام أمره أن يشرب الماء. ولما أراد الحسين أيضا أن يشرب اغترف غرفة من الماء ليشرب أدناها من فمه، ففوق نحوه أحد اللعنى سهما أثبته في حنكه الشريف. كل ذلك من أجل أن يمنعوه عن قطرة ماء يبرد أحشاءه. عظم الله أجوركم، أحسن الله عزاءكم. ثم أراد الحسين أن يشرب الماء ثانيا، فنادى مناد من الأعداء: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت خيامك؟ فترك الماء وأسرع نحو الخيام، فعلم بأنها مكيدة من القوم لأنه رأى الخيام سالمة، فاشتغل بوداع النساء. فبينما هو مع النساء للوداع وإذا بالقوم قد قاربوا المضارع، اقتربوا من الخيام وقالوا: يا حسين، جبنت عن القتال واشتغلت بالنساء بالجلوس مع النساء، ولكن القوم وصلوا إلى أبواب المخيم، فجرد الحسين سيفه وجعل يلاحقهم حتى فرقهم تفريقا وأبعدهم عن المخيم. وفي هذه الحملة أصيب الحسين بجراحات كثيرة، فلما أبعد القام
عاد إلى الخيام، صاح أخي زينب شدي جرحي. جاءت زينب بمنديل لتشد جرح الحسين، فعندئذ التفتت وإذا مقدم الحسين كله جراحات. قالت: أي جرح أشده؟ الجرح الذي في صدرك، أم الجرح الذي في عاتقك، أم الجرح الذي في حلقك، أم الجرح الذي في رأسك، أم الجرح الذي في يدك؟ وبكت زينب واختنقت بعبرتها ونادت: وأخا، ودع النساء الوداع الأخير، وودع العليل وسلم إليه مواريث الأنبياء والمرسلين، ثم خرج من الخيمة. وعند الباب وإذا به يسمع نحبة تقطع القلوب، قال زينب: من هذه التي تنحب؟ قالوا: ابنتك سكينة. عاد إليها، جلس عندها. ألم أقل لك لا ترفعي صوتك بالبكاء؟ قالت: وكيف لا تبكي من قتل أخوها وعمها وحوصر أبوها وهي ترى أباها يودع وداع من لا يعود؟ عندئذ أخذ رأسها وجعل يمسح على بيده وهو يقول: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي من كل بكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بنعيك حسرة، ما دام من الروح في جثماني، وإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه. يا خيرة النسوان، أحسن الله لكم العزاء، عظم الله لكم الأجر. شيع محبين، خرج الحسين وهو يقول: يا رباب الله الله، بهل يتيمة لو سرى زجر حدا وركبوها على الهزيلة ميسرة بين العد زيزتي لا تتركيها يا ربابي بلا ردة، خايف العيد وان تسلي بها حليها والثياب. أين المنادون وحسين؟ ولما تحرك الحسين خارج الخيمة وإذا بالصوت من خلفه وقائلة تقول: عزيزي حسين قف لي هنيئة. التفت إلى وراءه وإذا بالرباب قد خرجت. قالت لأبو علي: هذه الحملة الأخيرة اللي ما راح تعود إلينا. نعم يا رباب، الوداع الفراق. قالت: عندي سؤال واحد بس شوية نبعد حتى لا يسمعون دول الأطفال والنساء، ش عندك يا رباب؟ قالت: إذا هجمت الخيل علينا، زينب تقول: أنا ابنة علي، ربما يرحمونا. أم كلثوم تقول: أنا ابنة علي. سكينة تقول: أنا ابنة الحسين، أنا ماذا أقول لهم حتى يرحموني؟ بكى الحسين وقال لها: قولي أنا عزيزة الحسين. مأجورين، الله يحفظكم إن شاء الله، إلى أسركم ولعيالكم. الفراق صعب يا جماعة، والله صعب،
ويداعي الحسين ويداعي يفطر القلوب. أرجعها إلى الخيمة وخرج ومشى خطوات وإذا بالصوت من خلفه وقائلة تقول خالي حسين قف لي هنيا، وإذا بطفلة من آل عقيل قالت أبا عبد الله ضع يدك على صدري فإن كبدي قد تفتت من العطاش. قال أنا سأذهب إلى المشرع الآن وإذا عدت أتي إليك بالماء. قالت لا يا أبا عبد الله، عباس أيضا وعدني بالماء ولم يأتنا بالماء. الأكبر وعدنا بالماء، إخوتي وعدونا بالماء، وكل من خرج إلى المعركة لا يعود. ماذا تطلبين يا بني؟ قالت ضعني على ظهر الجواد معك وامضي بي إلى المشرعة فقد أضر بي الظما. اختنق الحسين بعبرته. قال بني إذا مضيت بك إلى المشرعة فمن الذي يردك إلى الخيمة؟ وويلا، لأن الحسين علم أنها الحملة الأخيرة التي لا يعود. عندئذ قال يا زينب خذي هذه الطفلة فقد أحرقت فؤادي. أدخلها الخيمة ورجع إلى فرسه، فبينما هو يقود فرسه متجها نحو المعركة وإذا بالصوت من خلفه وقائلة تقول أخي حسين قف لي هنيئة. رجع إليها الحسين وإذا زينب، زينب ماذا تريدين؟ وإذا زينب ما تتكلم ما تحكي، أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي. شفها ما تتكلم، فمد يده الكريمة ووضعها على رأس زينب ومسح على قلبها فتحرك قلب زينب وقالت أبا عبد الله فك لي زرر الدور لكي أقبلك في نحرك وفي صدرك، لأن أمي فاطمة عند الموت أوصتني أن أقبلك إذا أردت الحملة الأخيرة، وأنا أريد أنفذ الوصية. قبلته في صدر وفي نحر، ثم وجهت وجهها إلى جهة المدينة. وين السادة؟ خلي يسمعون صوت أمهم الزهراء وبكاء أمهم الزهراء. وإذا بالحسين ينظر إلى زينب وقد توجهت باتجاه المدينة ونادت أديت يا زهراء. وإذا بالصوت في الهواء وقائلة تقول وولدا وحسينا. فبكى الحسين، يقول المؤرخون، يقول المؤرخون بكى الحسين في هذه الساعة بكاء بالويل والثبور ونادى وأماه. تذكر مكسرة الأضلاع المهضومة المظلومة
وقال يا زينب قطعت نيات قلبي. ثم عاد بها نحو الخيمة وربط باب الخيمة. وإذا النسوان يضجون ويعولون، رجع لهم. وإذا النسوان ثاروا في وجه الحسين، هذه تضمه وتلك تشمه وتلك تنادي من لنا بعدك، وتعلقوا بأذيال الحسين، خصوصا الأطفال الصغار والبنيات من أمثال رقية. أنا رايح عنكم يا بناتي، ماشي مسافر عنكم، وهم يتشبثون بأذيال الحسين. ايش سوت زينب؟ زينب اجت تفكك ايدي الاطفال من اذيال الحسين، ويوم دخلتهم كلهم الخيمة قالت ابو علي روح روح، ابو علي روح، اختك موجودة تتحمل بهالاطفال، تيسر سلم على جدي رسول الله، سلم على أمي فاطمة، سلم على أبي أمير المؤمنين، عظم الله أجوركم، مضى الحسين إلى المعركة وهو يرتجز ويقول أنا الحسين بن علي. هي أبيات تحفظونها كلكم، أريد لون من الجميع. ها وصرخوية الحسين، وهذه لحظة شجاعة الحسين، خلونا ننشد ويا بطولة الحسين ورجز الحسين عليه السلام. أنا الحسين بن علي، وين أصواتكم جميعا؟ أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، حمل على الميسرة وهو يرتجز ويقول الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ويرفع صوته يسمع النسوان ليطمئن النساء. وزينب كلما سمعت رجز أخيها في المعركة صاحت إيهن إيهن أبا عبد الله. والحسين يرتجز، كفر القوم وقدما رغبوا عن ثواب الله رب الثقلين، قتل القوم عليا وابنه حسن الخير كريم الأبوين، ثم جاءوا وتواصوا كلهم لرضاء الكافرين الملحدين، حنقا منهم وقالوا أجمعوا واحشروا الناس إلى حرب الحسين، لا لجرم كان مني قبل ذا غير فخري بإمام الفرقدين، والدي شمس وأمي قمر وأنا الكوكب وابن القمرين. وويلاه وحسينا، حمل على الجناحين وهو يقول أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخر حين أفخر، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، ونحن ولاة الخلق نسقي ولاتنا بكف رسول الله ما ليس ينكر، وشيعتنا في الحشر أكرم شيعة، ومبغضنا يوم القيامة يخسر. يا زوار الحسين، فطوبى لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن فضلها لا يقدر،
قتل منهم مقتلة عظيمة حتى ضج العسكر من كثرة القتلى، وزينب واقفة عند باب الخيمة من الداخل، يعني من داخل الخيمة، والنساء حولها وهي تسمع أراجيز الحسين في الجيش، وهو كلما قرأ بيت قتل بطلا حتى فرش الأرض بالأعداء. فبينما زينب تسمع صوت الحسين بعد قليل وإذا قد خفت صوته. وحسين وحسين، قالت مالي لا أسمع لابن والدي صوتا. قالت سكينة لعله أبعد عنا يطارد الكتائب. قالت الرباب لعل الخيل حالت بيننا وبينه ولذلك لا نسمع صوته. قالت حاش ابن والدي أن تحول بيننا وبينه خيل أو رجال. فبينما هي تتكلم مع النساء وإذا بها ترى الأرض ترجف والسماء تهتز والرياح سوداء مظلمة، فركضت إلى زين العابدين قالت بني علي اجلس. أخذت رأس زين العابدين وأيقظته. أفاق عليه السلام من غشوته لأن دموع زينب كانت كرش المطر. فلما أن رأى عمته قال ماذا دهاك يا عمه؟ قالت أرى الأرض ترجف والسماء تهتز. قال اكشفي لي طرف الخيمة يا زينب. كشفت له طرف الخيمة، جعل ينظر إلى السماء. صح وحسين، وضع يدا على الأرض والأخرى وجهها نحو السماء وقال عم زينب استعدي للسابي. فقالت ما الذي جرى ولدي؟ قال هذا أبي الحسين يتقلب على واهجة الرمضاء. وحسين وسيدا فرت بده شمخة درت حيدر الكرار. يم العليل تصيح دقعد وانظر اش صار. يا ابن الشمس غابت وهذا الكون مرجوج والارض ترجف والسماء يا سور نتموج. وحسين عهدي بشوفته من لاح بالغوج والكون متعطل وظن الفلك مادى. دنق عايا للفضاء وبطل ونينة صفرت الوانة واصفق شمالة ويمي. صاحت اش خبرك قال يا عمن ولينا؟ هذا العزيز حسين يتقلب بالأوعى. أين المنادي وحسين؟ ثم أن الإمام أغمي عليه أفاق من غشوته. قال اكشفي لي طرف الخيمة يا عمه. مرة ثانية كشفت له طرف الخيمة، جعل ينظر إلى السماء وإذا بالسماء حمراء. وحسين فجعل الإمام يلطم على رأسه. ما الذي جرى ولدي؟ قال لها عما هذا شمر جاف على صدر الحسين.
فطرحت الإمام السجاد على الفراش وأقبلت مسرعة نحو المعركة، وإذا الشام جالس على صدر الحسين، جعلت تدافع والشمر يضربها بالسيف في يدها. طاحت زينب ثم أخذ الصوت وجعل يؤلمها فأغمي عليها. ابكي ابكي على الحسين، صيح وحسينا. طبعا ما اجيب لك المقتل، ما هي الا اشارة فقط. يقول الرواة: اغمي على زينب ومضى الشمر في امره، فما افاقت زينب واذا برأس الحسين على ذروة رمح طويل. اين المنادي واحسين واحسين؟ يا طيور طيري للمدينة بخبر وسعي، ومري على قبر النبي وعزيه ونعي. ومري هاي البيت إلك ها. ومري على اللي في قبر تصيح كسر الضلع، بس عاد لا تتذكرين طفل يقل لك احمد المختار سكتي بجاه يا زهراء يؤذيني ويؤذي. ليتك يا زهرة اليوم في الغبرة نظرتي، وأولاد هاشم مصرعة عن شمال ويمين. ليتك نظرتين الشمار من فوق صدره بالسيف يا زهرة يحز وداج نهر. وليتك نظرت الخيل تلعب فاك صدر. انا منادي واحسين فتك العصفور بالصقر، فيا للعجب ذبح الشمر حسين. غيرة الله غضبي حيدر آجرك الله بعالي الرتب، أدرك الأعداء فينا ثار بدر وحنين. وحسين وحسين حسين وحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل عزاءنا، سامحنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ما أعطنا الحاضرين فردا فردا، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم. اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، فرج عن كل مكروب، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا المجلس يهدى ثوابه إلى السيد إبراهيم السيد شبر وأم السيد حميد، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى روحيهما، ولا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء، خصوصا شهدائنا الأبرار. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.